السلام الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ديالكم. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم، ماما خوت تنتاسف على التاخر، نحتاج الخوت كنت مسافر، يلا جيت دابا الخوت وطلعت عند الحميمات. المهم قلت الخوت غادي نصور لكم فيديو، وراني الخوت قلت الحميمات راه كاملين تبارك الله بعضهم الخوت، وكاين الخوت بالنسبه للحميمه الجديد، وفريقات الخوت تما راهم كبروا دوك الكوحل الخوت ديال هذيك الجوج الكحله راهم تما كبروا الخوت. المهم وبالنسبه للخوت غادي نهضر على ديك النتيوه اللي كنت طلقت، قلت لكم الخوت اللي كان ضر السطر غادي ندير لكم فيديو، وما كانش ضر السطر حتى هو غندير لكم فيديو، وما نهضر عليها الخوت في هذا الفيديو ان شاء الله. المهم الخوت غادي نتولاو في حميمات وغادي نشوفوا الحميمات والخوت كيفاش ولاو. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم الخوت نبداو الفيديو ديالنا. المهم الخوت كما تعرفوا الجوج هذه هي اللي نسيتها، هذه الخضرة مازالة باطات ما والو، غنشوفو كما كتشوفو. بالنسبة للخوت هاد الكير هذا راه ولا رجع كما كتشوفو، الخوت دابا راه ولا كيطرى مع الحميمات مزيان يعني، وكيدخل اصلا الخوت راه كنخلي له هاد النهاية هادي مفتوحة كيرجع في الليل بالعشية. المهم كما كتشوفو من هنا كيدخل، كنخلي له القرب ديالو مفتوح، في الصباح كنطلع نسد عليه. ها هو كما كتشوفوا راه ولا دابا كيطير مع الحميمات مزيان، طار معاهم الخوت البارح. بالنسبه للخوت الزويجه الكحله اللهم بارك وزيد في ذلك، راه هي باطس راه جوج بيضات الخوت، ورا درت لهم داك التبانه الخوت على البيض. ها هي نجي ورا الذكر اللي حاضر، هما الخوت هو الذكر راه قارب على جوج بيضات اللهم بارك، راه هما كما كتشوفوا. المهم دابا الخوت باش مزيانه، راه الحميمات باضو تقريبا كيف كيف، حتى هاد جوج هادي اللهم بارك راه باضت. ها هي راه الذكر حتى هو اللي قارب، ها هو فهمتي اللهم بارك في ذلك الخوت. راه كيما شفتو الحميمات دابا الحمد لله باضو كاملين، كيكونو فريخات الخوت اللهم بارك. فهمتي هو ها هي الذكر اللي كان الخوت حاضن. المهم الخوت هانتوما كيما كتشوفو هانتوما قرابين في القصر، ما بيناتهمش الخوت بزاف. بالنسبة للخوت عاوتاني لهاد الذكر القهوة، راكم كيما عارفين ما صدقش الخوت دوك هما البيضات اللي كانوا كنت رميتهم، هانتوما مثلا راهم بايضين. وهادو الخوت راه من جيت يلا باضو، المهم يلا دابا شيلو راه الذكر كيما كتشوفو راه هما جوج بيضات. هانتوما الخوت الذكر راه قارق اللهم بارك. شوفو الخوت الذكر مخليهش كاع نقرو، راه هما البيضات الخوت اللهم بارك. درت لهم الخوت تبن باش ميتهرسش البيض كيما كتعرفو، باش كان الخوت يطاجين بوحدو. عمر الحميمات دابا تبارك الله كاملين بعضو البلايك، و تاني الخوت كاينه جوج اللهم بارك، نمشي هو اللي مريضة من رجليا حتى هي راه باضات الخوت. هاهي الخوت نمشي هو فارقة، مبغيناش نوضوها الخوت. هاهي بيضة هنايا ورا بيضة القدام كيما كتشوفو. المهم هو الذكر اللهم بارك. هادو الخوت هادو اللي قرابين يفقصو، هما اللوالا وهادا يفقصو هاد التانيين هادو الكوحل الخوت، هما راهم وقيلا هادو. المهم مو ما بيناتهمش بزاف، اي هاد الحمر الخوت هما اللي يتعطل هاد الزوجة هادي تشيري بعض معطلة. بالنسبة للحميمات الاخرين كاينه هانتوما الخوت الذكر هادا راه مزيان، هادو ما جاوش شهور ولا الخوت ما شاء الله اللهم بارك. وهذا الخوت عاوتاني ها هو ممكن هاد الزرق هذا هنا الذكية اللهم بارك كتعرفو. هما الخوت الحميمات راه سيمانة ما شفتهمش، دابا يلا طلعنا لعندهم الخوت قلت نصور لكم فيديو هو اللول. هانتوما الخوت هو الذكر الأبيض اللهم بارك، ها هو الزرق. هما الحميمات راه هما هادوك هما مراضين ما والو الخوت الحمد لله بصحة جيدة. هانتوما هي هاد الجوج هادي هنا هادو اللي مازال معطلين. بالنسبة للخوت الفراخ راه غادي نهضر عليهم، راني خرجتهم الخوت من الشجنة ونوريكم فين درتهم. هما خرجتهم على برا، ها
علقته من الخوش. بالنسبه للخوت اللي كنتي هو اللي كنطلقت قادت لكم عليها فيديو راه هربت الخوت ما رجعتش. المهم راه موليتش رجعت كاع. المهم الخوت الفريخ هذا راه خرجتهم برا باش يعقلوا مزيان على السطح. راهي انتي هو الخوت قارقره ولا تجرات البيضه كانت كحزت لها. واخا الخوت مريضه من رجليها تبارك الله انتي هو الخوت راه زوينه بيض فرخ. اخرج الخوت نوريكم الفريخات فين درناهم. ها هما الخوت الفريخات. ها هي الشرابه فين عندهم. ها فين هي الماكله راه مازال عندهم هانتوما. ها هما اللهم بارك وزيد في ذلك. هانتوما الخوت الفريخات. هنا الخوت مزيانه باش يعطيو ساعه السطح كما كتشوفو هنايا ملي بغاو يطيرو الخوت. خليتهم هنايا مزيان حسن لهم. المهم الخوت كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. كنتمنى الخوت يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش الخوت تخليونا ابوني للقناة ولايك لهذا الفيديو وكومونتير الخوت وبارطاجوا الخوت مع الاصدقاء ديالكم. وما بقى ليا نقول لكم الخوت تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد.